طلابنا الأعزاء، الصف الثاني عشر، الفرع العلمي، نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم، الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين، ونترككم الآن مع شرح لمادة الكيمياء، متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعرفة. الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة، برنامج تفوق، تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، رائدة الإبداع والتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التسجيل لمادة الكيمياء للصف الثاني عشر علوم عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم، الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM. درسنا لهذا اليوم هو قواعد التركيب الإلكتروني، وسنناقش فيه قاعدة باولي، مبدأ الاستبعاد. لكن قبل ذلك كان معكم نشاط بيتي لنقوم بحله سويا. سؤال بيحكي: اكتب عدد الإلكترونات التي يمكن أن تمتلك كل مجموعة من الأعداد الكمية. 1 إن تساوي 3، 2 إن تساوي 4 وإل تساوي 2، 3 إن تساوي 4 إل تساوي 1 إم إل تساوي 0. لنبدأ برقم 1 إن تساوي 3. لدينا مستوى رئيسي فقط إن تساوي 3، إذن عدد الإلكترونات في هذا المستوى نطبق العلاقة 2 إن تربيع، إذن 2 ضرب 3 تربيع ويساوي 18 إلكترون. ننتقل إلى رقم 2 إن تساوي 4 وإل تساوي 2. في هذا النوع لما بيعطينا قيمة أكثر من عدد كم، نكتب رمز مجموعة الأفلاك لكل من إن وإل. إن تساوي 4، إذن نكتب 4. إل تساوي 2 وهي تدل على المستوى الفرعي، أحسنتم، المستوى الفرعي دي، إذن يصبح لدينا 4 دي. نأتي الآن إلى عدد الإلكترونات التي يتسع لها المستوى الفرعي دي، أحسنتم، 10، لأنه يحتوي على 5 أفلاك وكل فلك يتسع لإلكترونين، إذن الإجابة هتكون 10 إلكترونات. تذكر دائما عزيز الطالب أنه ليس لقيمة إن علاقة مطلقة بعدد الإلكترونات التي يتسع لها المستوى الفرعي، بمعنى الرقم 4 عندي أنا هان ليس له علاقة نهائيا بعدد الإلكترونات التي يتسع لها المستوى الفرعي. ننتقل الآن إلى رقم 3 إن تساوي 4، إل تساوي 1، إم إل تساوي 0. طالما معطينا أعداد الكم، لنكتب رمز مجموعة الأفلاك. معطينا 4، إذن حكتب 4. إل تساوي 1، والمستوى الفرعي الذي له إل تساوي 1، أحسنتم، البي، إذن حكتب 4 بي. لسه ما خلصنا لأنه معطينا كمان قيمة الإم إل تساوي 0، وقلنا سابقا أن كل قيمة من الام ال تمثل فلك، اي ان المستوى الفرعي بي يحتوي على فلك واحد فقط. السؤال الان، هذا الفلك دائما اي فلك يتسع لكم الكترون؟ احسنتم، لالكترونين، اذن الاجابه حتكون 2 الكترون. الاجابه حتكون 2 الكترون. بهيك بنكون حلينا اسئله النشاط البيتي. لنبدا الان بقواعد التركيب الالكتروني لمعرفة كيفية توزيع الإلكترونات في الذرات. لابد من معرفة 3 قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة باولي والتي تسمى بمبدأ الاستبعاد. القاعدة الثانية هي قاعدة أوفباو والتي تسمى بمبدأ البناء التصاعدي. القاعدة الثالثة تسمى بقاعدة هوند وتسمى أيضا بقاعدة التمثيل الفلكي. سنبدأ سويا بأول قاعدة وهي قاعدة باولي والتي تسمى بمبدأ الاستبعاد. هذه القاعدة بسيطة جدا. ما المقصود بقاعدة باولي؟ اذكر نص قاعدة باولي.
تنص هذه القاعدة على التالي: لا يمكن لإلكترونين أو أكثر في نفس الذرة امتلاك نفس قيم الأعداد الكمية الأربعة N, L, M, L, M, S. نأتي الآن إلى استنتاج هام من قاعدة باولي، أو بصيغة أخرى أهمية قاعدة باولي في فهم الشكل الذري. أهمية قاعدة باولي في الشكل الذري، في فهم الشكل الذري: السعة القصوى للفلك الواحد هو إلكترونين، ويشترط أن يتعاكس الإلكترونان في اتجاه غزلهما، بمعنى أن الفلك الواحد لا يتسع لأكثر من إلكترونين، واتجاه الغزل لأحدهما لأعلى والآخر لأسفل. نأتي الآن إلى سؤال علل، ورد هذا السؤال في عام 2008. السؤال بيحكي: يتعارض وجود ثلاث إلكترونات في الفلك 2BX مع قاعدة باولي، أو بصيغة أخرى لا يتسع الفلك 2BX لأكثر من إلكترونين، لأنه عند وجود إلكترون ثالث فسيشابه إحدى الإلكترونين في اتجاه الغزل ويكون له نفس قيم الأعداد الكمية الأربعة، وهذا يتعارض مع قاعدة باولي. لنفتح الآن أعزائي الطلبة الكتاب المدرسي صفحة 19، فلدينا جدول هام جدا. هذا الجدول ما هو إلا ملخص لما قمنا بشرحه سابقا. بعد انتهائنا من شرح وتوضيحه، نريد منكم أعزائي الطلبة أن تقوم بعمل جدول مثله لوحدكم وحساب المعطيات الموجودة بداخله. جدول 1-2 صفحة 19 من الكتاب المدرسي. في هذا الجدول لدينا البيانات التالية: في العمود الأول عدد الكم الرئيسي N، في العمود الثاني قيم عدد الكم الفرعي L، أو نسميها بقيم مستويات الطاقة الفرعية، في العمود الثالث رموز المستويات الفرعية، في العمود الرابع عدد المستويات الفرعية، العمود الخامس عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي، العمود السادس مجموع أو عدد الأفلاك في المستوى الرئيسي، العمود السابع أقصى عدد الإلكترونات في كل مستوى فرعي، العمود الثامن أقصى عدد الإلكترونات في كل مستوى رئيسي. لنبدأ بالعمود الأول، عدد الكم الرئيسي إن تساوي 1. ننتقل إلى العمود الثاني، حساب قيم عدد الكم الفرعي L. دائما تكون جميع القيم الموجبة اللي أقل من الN، ليس لدينا إلا قيمة واحدة فقط وهي الصفر. ننتقل إلى العمود الثالث، رمز المستوى الفرعي. دائما لكتابة رمز المستوى الفرعي نكتب قيمة N أولا، ثم يتبع بعد ذلك المستوى الفرعي. الآن N تساوي 1. الآن المستوى الفرعي الذي قيمته الصفر هو أحسنتم، اللي هو الإس. إذن الرمز حيكون عندي 1S. لننتقل إلى العمود الرابع، عدد المستويات الفرعية. قلنا سابقا أن عدد المستويات الفرعية يساوي رقم مستوى الطاقة الرئيسي N، بمعنى عدد الكم الرئيسي N تساوي 1، إذا لدينا مستوى فرعي 1 فقط. لننتقل إلى العمود الخامس، عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي، اللي ممكن أحكي عنها بصيغة أخرى عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية من خلال العلاقة 2L زائد 1. عندما L تساوي 0، إذن نطبق العلاقة 2L زائد 1، 2 ضرب 0 زائد 1 ويساوي 1. لننتقل إلى العمود السادس، مجموع أو عدد الأفلاك في المستوى الرئيسي من خلال العلاقة، أحسنتم، من خلال العلاقة إن تربيع. إذن معناته 1 تربيع حيكون عندي 1. لننتقل الآن إلى عدد الأفلاك في هذا المستوى، طبعا عفوا، لننتقل العمود السابع، أقصى عدد الإلكترونات في كل مستوى فرعي. ياريت نحط خطين تحت كلمة مستوى فرعي. عدد الإلكترونات في كل مستوى فرعي من خلال العلاقة 4L زائد 2، أو بصيغة أخرى بحكي 2 ضرب عدد الأفلاك، 2 ضرب عدد الأفلاك.
عدد الأفلاك لدينا L تساوي 0، إذن عدد الإلكترونات يساوي 4 ضرب 0 زائد 2 ويساوي 2. الآن لننتقل إلى إن تساوي 2. لما عدد الكم الرئيسي إن تساوي 2، فإن قيم عدد الكم الفرعي جميع القيم الموجبة اللي أقل من الإن، أي أحسنتم، الصفر والواحد. لننتقل للعمود الثالث، رموز المستويات الفرعية. بالنسبة للصفر نكتب أولا قيمة عدد الكم الرئيسي إن أي 2، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته الصفر هو الإس، إذا لدينا 2 إس. ننتقل الآن إلى الواحد، نكتب أيضا قيمة إن أولا وهي 2، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته 1 هو البي، إذا يصبح لدينا 2 بي. ننتقل إلى العمود الرابع، العمود الرابع عدد المستويات الفرعية، قلنا أنها تساوي قيمة إن أي تساوي 2. ننتقل لعمود الخامس، عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي. لنبدأ بالمستوى الفرعي 2 إس من خلال علاقة 2 إل زائد 1، أي 2 ضرب 0 زائد 1 ويساوي 1، إذن عدد الأفلاك فيه يساوي 1. أما المستوى الفرعي 2 بي، 2 ضرب 1 زائد 1 ويساوي 3، إذن عدد الأفلاك فيه يساوي 3. العمود السابع، العمود السادس، مجموع الأفلاك في المستوى الرئيسي أي إن تربيع ويساوي 2 تربيع أي 4. العمود السابع أقصى عدد إلكترونات في كل مستوى فرعي. يريد نحط خطين تحت كلمة مستوى فرعي. بالنسبة للمستوى الفرعي 2 إس من خلال علاقة 4 إل زائد 2، أي 4 ضرب 0 زائد 2 ويساوي 2. أما المستوى الفرعي 2 بي تساوي 4 ضرب 1 زائد 2 ويساوي 6. لننتقل إلى العمود الأخير، أقصى عدد إلكترونات في كل مستوى رئيسي من خلال العلاقة، أحسنتم، 2 إن تربيع، أي 2 ضرب 2 تربيع ويساوي 8. لننتقل الآن إلى عدد الكم الرئيسي إن تساوي 3. بالنسبة للعمود الثاني، قيم عدد الكم الفرعي L أو بسميها قيم مستويات الطاقة الفرعية، جميع القيم الموجبة اللي أقل من 3، أي 0 والواحد واثنين. ننتقل للعمود الثالث، رموز المستويات الفرعية. بالنسبة للصفر نكتب أولا قيمة عدد الكم الرئيسي N أي 3، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته الصفر هو الإس، أي يصبح لدينا 3 إس. بالنسبة للواحد نكتب أيضا قيمة إن أولا وهي 3، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته الواحد، ممتاز، اللي هو البي، فيصبح لدينا 3 بي. أما بالنسبة للتنين أيضا نكتب قيمة إن أولا أي 3، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته 2 هو الدي، فيصبح لدينا 3 دي. ننتقل إلى العمود الرابع، عدد المستويات الفرعية، قلنا دائما أن عدد المستويات الفرعية تساوي قيمة إن أي تساوي 3. ننتقل إلى العمود الخامس، عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي اللي حكينا إنها بصيغة أخرى عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية من خلال العلاقة 2L زائد 1. بالنسبة للمستوى الفرعي 3S نطبق العلاقة 2L زائد 1، أي 2 ضرب 0 زائد 1 ويساوي 1. أما المستوى الفرعي 3B، 2 ضرب 1 زائد 1 ويساوي 3. أما المستوى الفرعي 3D، 2 ضرب 2 زائد 1 ويساوي 5. بالنسبة للعمود السادس، مجموع الأفلاك في المستوى الرئيسي دائما من خلال العلاقة إن تربيع، أي 3 تربيع بتساوي 9. أما العمود السابع، أقصى عدد إلكترونات في كل مستوى فرعي من خلال علاقة 4L زائد 2، أو بصيغة أخرى بحكيها 2 ضرب عدد الأفلاك. بالنسبة للمستوى الفرعي 3D يساوي 4 ضرب 2 زائد 2 ويساوي 10. أما العمود الأخير،
أقصى عدد للإلكترونات في كل مستوى رئيسي، ويريد أن نحط خطين تحت المستوى الرئيسي من خلال علاقة 2 إن تربيع، أي 2 ضرب 3 تربيع ويساوي 18 إلكترون. نذكركم أعزائي الطلبة أنه ما زلنا معكم في شرح منهاج الكيمياء للصف الثاني عشر علوم وقواعد التركيب الإلكتروني قاعدة باولي للاستبعاد. ننتقل الآن إلى آخر عدد كم لدينا إن تساوي 4، نفس ما كنا نطبق العلاقات أيضا حنطبقها في إن تساوي 4. بالنسبة للعمود الثاني، عدد قيم عدد الكم الفرعي L، جميع القيم الموجبة اللي أقل من الأربعة، أي الصفر والواحد والتنين والثلاثة. ننتقل لعمود الثالث، رموز المستويات الفرعية. نكتب أولا قيمة عدد الكم الرئيسي N، أي 4، ومن ثم المستوى الرئيسي الفرعي الذي قيمته الصفر هو الS، أي يصبح لدينا 4S. ننتقل للواحد، نكتب قيمة N أولا وهي 4، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته الواحد والبي، إذن يصبح لدينا 4B. بالنسبة للتنين نكتب قيمة N أولا وهي 4، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته التنين هو D، فيصبح لدينا 4D. بالنسبة للتلاتة نكتب قيمة N أولا وهي 4، ومن ثم المستوى الفرعي الذي قيمته التلاتة هو F، فيصبح لدينا 4F. ننتقل الآن إلى العمود الرابع، عدد المستويات الفرعية التي قلنا أنها تساوي قيمة N، أي 4. ننتقل إلى العمود الخامس، عدد الأفلاك في كل مستوى فرعي من خلال العلاقة 2L زائد 1. لدينا المستوى الفرعي 4S، إذن معناته عدد الأفلاك حتكون 2 ضرب 0 زائد 1 ويساوي 1. الآن بالنسبة للمستوى الفرعي 4B، حيكون عندنا 2 ضرب 1 زائد 1 ويساوي 3. أما المستوى الفرعي 4D، 2 ضرب 2 زائد 1 ويساوي 5. أما المستوى الفرعي 4F، حيكون 2 ضرب 3 زائد 1 ويساوي 7. ننتقل إلى العمود السادس، مجموع الأفلاك في المستوى الرئيسي، أي إن تربيع، ويساوي 4 تربيع، أي 16. ننتقل للعمود السابع، أقصى عدد للإلكترونات في كل مستوى فرعي من خلال العلاقة 4L زائد 2. يريد نميز ونفرق عدد الإلكترونات في أي مستوى فرعي وعدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي زي ما عندنا في العمود الثامن الأخير. الآن عدد الإلكترونات في كل مستوى فرعي، العلاقة 4L زائد 2. بالنسبة للمستوى 4S، حيكون عندي 4 ضرب 0 زائد 2 ويساوي 2. أما 4B حيكون عندي 4 ضرب 1 زائد 2 ويساوي 6. بالنسبة ل 4D، حيكون عندي 4 ضرب 2 زائد 2 ويساوي 10. أما 4F فيساوي 4 ضرب 3 زائد 2 ويساوي 14 إلكترون. طبعا ممكن أحكي هذه العلاقة 4L زائد 2 بصيغة أخرى، 2 ضرب عدد الأفلاك. العمود الأخير، أقصى عدد للإلكترونات في كل مستوى رئيسي من خلال العلاقة 2 إن تربيع، أي 2 ضرب 4 تربيع ويساوي 32 إلكترون. طبعا المطلوب منك عزيز الطالب عمل جدول مثل هذا الجدول تماما وإيجاد البيانات الموجودة بداخله لوحدك طبعا حتى تتدرب عليهم وتحل الأسئلة المتعلقة فيه بشكل سهل. هذا الجدول هام جدا والبيانات الموجودة فيه كتير هامة. ننتقل الآن إلى حل تمرين 12 صفحة 20. تمرين 12 صفحة 20، أجب عما يلي. تمرين 12 صفحة 20 في الكتاب المدرسي. 1، ما علاقة عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيسي والعدد الكمي للمستويات والعدد الكمي للمستوى الرئيسي؟ عدد المستويات الفرعية يساوي رقم مستوى الطاقة الرئيسي N. إذن عدد المستويات الفرعية يساوي رقم مستوى الطاقة الرئيسي N.
السؤال الثاني، ما العلاقة الرياضية بين عدد الأفلاك الكلية في المستوى والعدد الكمي للمستوى الرئيسي؟ عدد الأفلاك الكلية يساوي مربع رقم المستوى الرئيسي إن تربيع. إذن عدد الأفلاك الكلية في المستوى يساوي مربع رقم المستوى الرئيسي إن تربيع. رقم 3، ما العلاقة الرياضية بين أقصى عدد للإلكترونات في المستوى الرئيسي؟ ياريت نحط خطين تحت المستوى الرئيسي والعدد الكمي للمستوى الرئيسي. عدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي يساوي 2 إن تربيع، أي ضعف مربع رقم المستوى الرئيسي. آخر فرع عندنا، ما العلاقة الرياضية بين أقصى عدد للإلكترونات في المستوى الفرعي؟ بنحط خطين تحت كلمة المستوى الفرعي وقيمة العدد الكمي الفرعي له. عدد الإلكترونات في المستوى الفرعي تساوي 4L+2، تساوي 4L+2 اللي هي بصيغة أخرى بحكي عنها 2 ضرب عدد الأفلاك. الآن أترك لكم هذا النشاط البيتي وسنحله سويا في الحلقة القادمة. النشاط بيحكي أذكر أهمية قاعدة باولي في فهم الشكل الذري. أذكر أهمية قاعدة باولي في فهم الشكل الذري. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أعزائي الطلبة إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم دكتورة تغريد جواد أعطايا صيام مدرسة دلال المغرب الثانوية ألف. أترككم في رعاية الله وأمنه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق، تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز. كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الكيمياء. شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة. مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم.